وبركة من الأدار داك الكريم راه سكندار، وبركة من الأدار داك الكريم راه سكندار، وبركة من الأدار داك الكريم راه سكندار، وبركة من الأدار داك الكريم راه سكندار.
يا طالب ارتاح ارتاح سنوصل الكفاح. ويا طالب ارتاح ارتاح سنوصل الكفاح. ويا طالب ارتاح ارتاح سنوصل الكفاح. ناطر يا مناضل ناطر ناطر يا مناضل ناطر ناطر يا مناضل ناطر ناطر من أجل العدل ناطر ضد الجرميش ناطر ضد الإخبار ناطر. ويا طالب ارجع ارجع سنواصل الكفاح. 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 قال قال في العلالة يا مسكت تسكت على قال قال في العلالة مطالب يا طلاب تتحقق بالإدراك في هارون الصمد والباب العجيب. الله 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 الله. مطالب يا طلاب تتحقق بالإدراك في هارون الصمد والباب العجيب. الله 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 الله. مطالب يا طلاب تتحقق بالإدراك في عيون الصمود والباقي الانتصار. الله 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 الله. يا أخي يا طالب يدك في يدي لتحقيق المطالب والصمود الأبدي. ويا أخي يدك في يدي لتحقيق المطالب صمد صمد أبدي. ويا أخي يدك في يدي لتحقيق المطالب صمد صمد أبدي. ويا أخي يدك في يدي لتحقيق المطالب. السلام عليكم. عليكم السلام. ان شاء الله ان شاء الله. اذا كنشوفوا اليوم وقفه احتجاجيه تقريبا اسبوع وانتم هنايا. هذا اليوم السادس بالضبط من الاعتصام، وكاين الدراري اللي بداو الاعتصام. هذا يومهم السابع هنايا
حنايا كنعيشوا هنايا ظروف مأساويه وقاهره نفسيا وجسديا، حيتاش حنايا حقا تنديروا اعتصام من الصباح حتى الليل، وراكم شفتونا في اللايفات شفتونا في الليل هنايا متكيين ناعسين باش نحققوا المطلب ديالنا اللي هو مطلب شرعي اننا كاملين دخلوا هنايا في لا ليست داتون. المؤسسه كتحاول انها تخرق القانون ديال الكونكور. الكونكور خاصو يكون ترتيبي، ما تبقى انه يتحط في لا ليست داتون الى خوالي المقعد. هذه النهار 26 قدرنا نديروا مكسب اولي وخرجت ليست داتون في نهار 125، ولكن هذيك لا ليست ديك تكنيك موسيش اللي صداتني حيت مخوا 125 مقعد عاد خرجوها. المدير تيقول لينا انتم تشوفوش كل شي حاجه اخرى ولا لا؟ علاش كتطلب مني انا نبقاو عايشين هنايا في القهره؟ واحد الصمود شجاع تحيه الطلبه هذو كاملين اللي هنايا منهم تنضحيه كاع الناس اللي ضامنين معنا. ولكن علاش حس الطالب ديال الاقسام التحضيريه ولا اي طالب يبقى عايش في هذه القهره وهذه الحاله النفسيه كامله باش يخدم واحد المطلب اللي هو حقه المطلب اللي هو شرعي انه يدخل لا ليست داتون؟ علاش اننا خاصنا نبقاو هنا باش لعل وعاد تخرج لا ليست اخرى؟ علاش ما تعطيناش هذه لا ليست داتون اللي هي مكتب شرعي ديالنا ومن بعد نمشيو لديورنا نرشحوا حنايا؟ حنايا تنخاطروا بحياتنا مع الوباء، تنخاطروا انه تنباتوا في الزنقه ونفيقوا في الليل باش انه نبقاو صامدين وتحقق المطلب ديالنا. هذا زائد اضافه لعده اختلالات كانوا في القنايم لدرجه اننا ما بقيناش عارفين حتى باش نبداو. واش لا ليست الثانيه اللي خرجات؟ واش لا ليست الثانيه اللي خرجات كانت فيها اون ليست دادميسيبيليتي، يعني شكون يمشي لافاك فانه غدو ميغيب، زعما شكون يمشي لافاك الاول شكون يمشي الاخر. القنايم عامر اختلالات لا في التصحيح لا من ناحيه الورقه ديال الامتحان لا في لي كونفوكاسيون، لا ليست برانسيبال الناس اللي فيها تيقولوا لنا الترتيب غير منطقي. وعلاش الطالب اللي يتحمل مسؤوليه الاخطاء ديال المسؤول ولا مدير وتقول لنا انا ماشي المسؤول؟ اللي مسؤول خاصو يتحمل المسؤوليه ماشي الطلاب. واش الطالب اللي خاصو التحضيريه خاصو يقرا ولا خاصو يعتصم؟ حاجه غير منطقيه. الناس اللي عايشين بحال المأساوي باش ياخذوا حاجه اللي من حقهم، هنايا اللي ماجوغو ديال لي كلاس بريبا تلقاو راسهم ما كاينين في حتى شي ليست، واش هذه منطقيه؟ شغل يكون كتب ديك الورقه كاع. انتم في نظركم بان التصحيح كان فيه اخطاء؟ لا لا لا، كاع الدراري اللي هنا تيقولوا 100% هذا هو الاحتمال الوحيد اللي كاين، حيت بعد ما خرجت ان نوت خليت داتون كيما دخلتناش كاملين دخلناش غير 125، بقاو طلبه اللي كانوا لي ماجوغو الاقسام التحضيريه ديالهم والاقسام التحضيريه بوبليك، حتى اللي كيقول لنا واش بوبليك ولا بريفي، اقسام التحضيريه بوبليك اللي ماجوغو فيهم، مع ذلك كيلقى سميتو ما كايناش. هذه حاجه اللي غير منطقيه، يعني كيفاش انه ما غيلقى سميتو؟ خروج. شكرا شكرا سي ياسين. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. ممكن تفسر لنا هي بشويه خلود باش يفهم؟ كان شويه ياسين كان متاثر يعني حتى حتى المتتبع ما فهمش الموضوع بالضبط. باش نشرح من الاول المشكل ديالنا، حيت كاين الناس اللي ما فهماش حتى باش كنبارطاجيو ليا ما كيفهموش المشكل ديالنا، خصنا نشرح لهم بواحد بواحد. المشكل اللي طرا الاخوان هو اننا دوزنا القنايم اللي هو قنايم هو واحد الكونكور كندوزو ابخي دو زون ديال لي كلاس بريباراتوار. هاد الكونكور هذا دوزناه في شهر 7. اقسام تحضيريه قريتو فيها عامين بعد بعض؟ عامين حنا شعبة الاقتصاد اس تي اس اس. باش تحطوا لنا الوراق لي زيبروف ديالنا كانوا لي كونفوكاسيون غالطين، لي سي ان ديالنا كلهم غالطين. مثلا انا مدوزه ديال صاحبتي وصاحبتي مدوزه ديالي وهكا في سونس كاملين ديال المغرب. باش ريكلامينا لي ادمينستراسيون ديالنا قلنا يكون خير، قلنا صافي كملنا الخدمه ديالنا، قلنا راه ماشي حاجه مهمه. ابخي فاش غادي نساليو هاد الامتحانات ديالنا وبدينا كنتسناو في النتائج ديالنا، غادي يطلع واحد لا ليست برانسيبال اللي كتهز عليهم. ياسين كيدخل الصوت مع الصوت. دقيقه قلت لك فاش كنتسناو النتائج ديالنا، فاش خرجوا لقينا نزو 1000 بلاصه. هاد 1000 بلاصه ما فيهاش الاسماء ديالنا حنايا. هاد 1000 بلاصه ما غنقولش كلشي ما كيستاهلش يطلع فيها، ولكن كاين الناس اللي كنعرفوهم بالاسماء ديالهم وكذا ما كيستاهلوش يطلعوا، في حين ان الناس اللي كيستاهلوا بالصح واللي تتقرا ديال بصح وتعذبات نيت ما طلعاتش، فهمتي؟ بقات داروا واحد لا ليست داتونت اللي حشومه، تقول كاع ليست داتونت فيها 18 بيرسون، هاد 18 بيرسون عاوتاني ما كتضمش الاسماء ديالنا. الحاجه اللي خلات هادشي كيثير الغضب ديالنا وخلات الوالدين ديالنا تحرق نهار العيد، 300 عائله كتذبح نهار العيد. فاش خرجوا النتائج ديالنا كلشي تدمر، النص بات في السبيطار داك النهار، النص الاخر طاح، النص الاخر مريض، النص الاخر مصدوم، ما قادش لحد الساعه يبين المشكل، يهضر على المشكل ديالو، ما عارفينش شنو كيدور ليه في راسو. الله يستر انتحار، الله يستر شنو ممكن يطرا فيه. الحاجه اللي خلاتنا كاملين نجمعوا هنايا اللي توفق يشد اوتوريزاسيون ديالو باش يحضر الكغيف جا، واللي ما
شهور فقس راه كيطلب معنا من بعيد ماديا ومعنويا، واقفين معنا اباء واولياء الامور ديال التلاميذ اللي نجحت واللي ما نجحتش، الله يجازيهم بخير والله يخلف عليهم. فاش درنا غاف هنايا عاوتاني حنا كنطالبوا مطلب ديالنا اشنا هو، ها هي اللافته كتبين 303 ديال الطلاب، كاين اللافته الاخرى هذيك كان مكتوبه فيها 303 ديال الطلاب، 303 داروا لهم ما داروش لهم حل كاملين، داروا النص فيهم ما كاملش، هزوا 107 من لي زادميسيبل زادوهم على 18 وطلعوهم لي زاتون، و70 واحد عطاوه لادميسيبيليتي، والناس اللي بصح متضرره وما التحقت حتى شي مدرسه مازال واقفه هنايا. يعني الا كنتو درتوا هذا الحل باش توقفوا هاد الاعتصامات وهاد الاحتجاجات فهو حل لا يناسب هاد الفئه اللي واقفه هنايا، كتناسب الفئات اللي دبرت على راسها تمشي لزيكول فرونسيز واللي عندها الامكانيات لتحق المدارس الخاصه، اما الناس اللي بصح متضرره ودمرات وخدمات وما عندهاش الامكانيات فهي مازال غتنضل هنايا حتى يخرجوا لنا بحل مناسب لهاد الناس هادو. اما حنا راه ما منسحبيش لا تراجع لا استسلام. في نظرك الا ما دخلتوش المدرسه الوطنيه للتجاره والتسيير شنو الحل؟ ما عندناش، ما عرفناش شنو هو الحل ديالنا، ضيعوا لنا عام من حياتنا، قال لك لا مشيتي درتي لافاك ضيع لك عام من حياتك، كاين دي فاكولتي كيقول لنا ما غاديش تدخلوا كاع تقراوا عام ثاني غتعاودوا من الاول، وكاين اللي كتقول لك باك ديال القديم، كل فاكولتي شنو حتى ما منسقينش بيناتهم فهمتي. فاش والمدارس الخاصه راه كل وحده 7 مليون 6 مليون، حنا ناس ولاد الشعب، حنا ولادكم، حنا ماشي ولاد برانيين عليكم، حنا ناس اللي باين الامكانيات ديالنا من الوجوه ديالنا من اللباس ديالنا، ماشي ضاربين عليكم انا دي مارك وجايين كنتبلاو عليكم، حنا ضاربين حوايج عاديين، فينا هما دوك الناس اللي لاباس عليهم؟ فينا ما بانوش لينا، كيبان لك ناس عاديين واقفين هنا. البعض غادي يستغرب انكم من النخبه ديال الطلاب، يعني كنتم متفوقين في يعني في البكالوريا وفي شحال تقريبا المعدل عندك في البكالوريا؟ انا عندي 16، انا جايبه 16 مونسيون بيان، مونسيون تري بيان، والاخرين مونسيون بيان مونسيون تري بيان، كلنا اغلبيه ما كاينش اللي داخل معنا، وكاين دي جون دخلوا معنا لي كلاس بريبا مقبول وطلعوا في ليست برينسيبال وما كانوش كيديروا افور، غيقولوا لي الناس لا من بعد داروا مجهود وجمعوا راسهم، لا قرينا معاهم وما جمعوش راسهم وطلعوا تكلاسوا 600 700 900، هادو اش كيديروا تما في ديك لاليست؟ اش كيديروا؟ يعني انت كتشكي في التصحيح؟ بيان سور كنشك في كلشي، انا كنشك في التصحيح، اختلالات ما عرفتش انا الاختلالات شنو هي بالضبط، لي كونفوكاسيون دوك الناس اللي جاو خلونا حتى اخر لحظه حطونا لي كونفوكاسيون غالطين، نورمالمون كان خصها تفرق قبل، علاش ما تفرقاتش؟ هادشي كامل مادام حنا خرجناها من السيت علاش عاوتاني عطيتوها لينا؟ علاش عاوتاني حنا ديك اللي عندنا في السيت صحيحه، علاش هذيك اللي خرجتو لينا انتم غلطه وخليتوها حتى اخر لحظه تفرقات؟ وعلاش هاد لي ليست هادو دوك البلايص اللي كيبقاو شيطان علاش ما تعطيوهاش لينا حنا؟ لمن كتعطى هاد البلايص؟ لمن؟ لكن على لي فاكولتي راه عندهم بلايصهم. الله يعاون. شكرا خويا، الله يعاون، نتمنوا لكم التفوق، نتمنوا كذلك انه تكون واحد الالتفاته من طرف المسؤولين لهاد الشباب. اذا ما بغيناهمش يضيعوا صراحه، نتمنوا انه تكون التفاته من وزاره التعليم والتربيه الوطنيه اذا ليكون الحل في اقرب وقت. اذا سيداتي سادتي اسبوع تقريبا وهاد الشباب يفترش الارض، يعني المطالب ديالو واضحه بين هو درج الاسماء ديالهم بلوائح انتظار اللائحه الرسميه للدخول للمدرسه الوطنيه للتجاره والتسيير. طبعا هناك عده مدارس هنا عفوا بالمملكه، اذا هما العدد ديالهم تقريبا 303 ديال الطلاب، نتمنى من الله عز وجل انه تكون شي التفاته. السلام عليكم. السلام عليكم. انت من الطلبه اللي الاقسام التحضيريه شعبه الاقتصاد؟ شعبه الاقتصاد مسلكيها العلمي والتكنولوجي، حنا اليوم كنطالبوا بواحد الطلب اللي هو بسيط جدا وزعما بامكانهم انهم يديروه، هو ادراج اسماء ديالنا حنايا 303 ديال الطلبه في لوائح الانتظار. هاد الطلب هذا اللي مشروع زعما من حقنا، ماشي شي طلب اللي صعيب ولا شي حاجه، ديجا راه كتبقى اكثر من 400 بلاصه كل عام اللي خاويه، وهادشي قالوا اللي شاغره باش تدخلوا للمدرسه الوطنيه، دونك نقدروا كاملين 303 ندخلوا كاملين وبسهوله، خصوصا انكم من النخبه ديال الطلاب. نخبه الطلاب كاملين حاصلين على معدل البكالوريا بميزه حسن وحسن جدا. يعني في نظرك يعني هذه المسيره ديال النضال ممكن ان توفق الى ما كانش استجابه من طرف المسؤولين، يعني شنو الحل عندكم؟ حنا غادي نبقاو معتصمين هنايا حتى يديروا معنا شي حل، لحقاش حنايا ما كنطالبوش بشي حاجه اللي مستحيله، حنا كنطالبوا غير بحقنا،
ما كنطالبوش زعما غادي يديروا معنا شي حاجه اللي مستحيله ولا زعما غير حقنا هذا. وديجا راه كاين المقاعد الشاغره زعما الناس كاملين اللي واقفين هنايا 303 ديال الطلبه كاملين غادي يقدروا يدخلوا. هذا الشيء ماشي بالنسبه غير الجديده، بالنسبه للمغرب كاع كامل. بالنسبه للمغرب كامل كتبقى كل عام اكثر من 400 بلاصه شاغره، اكثر من 400 بلاصه خاويه. حنايا الاولى ليها، حنا الاولى ليها من زعما ماشي وكيقول لك احنا اولى ليها اكثر من الناس الاخرين. حنا مدوزين الكونكور ديال الانتاج، حنا كنا يمكن ندوزو على حساب المدارس التجاره والتسيير ديال المغرب كامل، ماشي كندوزو الكونكور ديال لافاك باش انهم زعما ابخي ندوزو لافاك. والمشكله كدوز عامين ديال العذاب وعامين ديال الضغط وعامين ديال القرايه وعامين ديال الجهد، وفي الاخر ما كتلقاش سميتك حتى في لائحه الانتظار. حنا ديجا في الاول كنا معولين على راسنا غادي يكونوا في اللائحه الرسميه لا لي برينسيبال، ما وكنا معولين على راسنا مكلاصين مزيان. يعني انتم شككتوا في الطريقه ديال التصحيح او حنايا ما كنوجهوا اتهامات لحتى شي واحد، حنايا ما كنوجهوش اتهامات. حنايا حسينا براسنا تظلمنا، كل ما كنا تظلمنا ما كناش غادي نجيو هنايا كيما انا وحنايا واقفين في الشمس. وزيد على هذا الشيء كاين وباء اللي زعما منتشر في المغرب كامل. يعني كنشوف طلبه من ماشي من الاقاليم الصحراويه. كاين من طنطان، كاين من العيون، كاين من طنجه، كاينين من الناظور، كاين من كازا، كاين من الرباط، كاين جميع. كاين من برشيد. كاين من برشيد، كاين من جميع الجهات ديال المغرب. يعني بنادم زي مريسكي براسو وكاين وباء منتشر وفي الاخر. اذا المطلب ديالكم هو المطلب ديالنا سهل، هو ادراس 303 ديال الطلبه في لائحه الانتظار. في لائحه الانتظار. شكرا لك اختي، شكرا لك. السلام عليكم. السلام عليكم. ظهر عليك العياء. بزاف عيينا. انا سميتي منال، جيت من طنطان، جيت من طنطان هذه 6 ايام دابا. من طنطان؟ من طنطان. انا سونتر اليوم ولكن جيت من طنطان. هذه هذا اليوم السادس ديال الاعتصام ديالنا عيينا. زعما الشمس راكم عارفين الحراره في المدينه المغربيه هاد الايامات. والوباء. هو الوباء جايين خاطرين بحياتنا، خاطرين بعائلاتنا اللي غادي نمشيو عندهم. 6 ايام والله الا من الصباح حتى العشيه ما كنمشيوش، ما كنمشيو فين، وراكم عارفين حتى احسن المسائل. الاسم ديالك منال. منال. الوسائل الماديه ما عندناش في المبنى عيا سوا ماديا ولا فينونسيغمون. نادم عيا. في نظرك منال الى ما تمش الاستجابه المطلب ديالكم هو ادراج اسمائكم في اللوائح، للوائح انتظار ديال المدرسه الوطنيه للتسيير والتجاره، شنو الحل؟ شنو غادي ديروا؟ ما كاينش شي حل، راه هذا هو المشكل. راه ما عندنا شو، حنا غنبقاو خصنا ندخلوا ديك لونسيجي لان حقنا. راه كنقولوا راه بنادم راه كيدخل بلايص خاويين وحنا راه حقنا هذاك، راه باش كنقول لهم صدقوا علينا بهم. راه بلايصنا هذوك ما كاينش فين نمشيو، راه ما عندناش شنو نديروا. حتى لافاك قال لك ما كاينش دوزيام اني، خصنا نعاودوا من بروميير اني. لافاك بحال يلاه شدينا الباك، حنا ما عندناش اي باك، عندنا الباك بلي مونسيون، لكن هنا غير مونسيون بيان تري بيان. والناس عياو لان راه كتشوف حقك تيضيع، تشوف مستقبلك فين غادي، فين غنمشيو، شنو غنديرو؟ نديرو الباك، نديرو لايف في بلاصتي. حنا من الطلبه المتميزين، شنو خليتو للطلبه الاخرين ما يديرو؟ شنو خليتو قدوه للطلبه الاخرين؟ هما الناس اللي جايين في الباك اشنو غادي يديرو هادوك؟ والمشكل عندنا اصلا حنا مشكل في المغرب ديال التوجيه، شنو غادي نديرو؟ دونك حنايا غنبقاو هنا مستمرين، غنبقاو هنا جالسين حتى انهم يعطيونا حقنا. وراه بنت شحال هذيك القبيله، هذيكم لا سيتياسيون ديالنا، بلي حنا اصلا ما طالبناش باعاده التصحيح لان راه عارفين راه المغرب ديالنا هذا راه ما غيعاودوش لنا التصحيح. حنا عارفين بلي ما كاينش التصحيح. دونك حنا شنو قلنا اننا نطالبوا على الاقل بانستاكم اللي حطونا فيها، وراه البلايص خاويين غادي يعطيوهم لينا. دونك كنطالبهم انهم يستجيبوا المطالب ديالنا، والوزاره تدخل. راه هذا الشيء ما بقاش مشكل كبير. راه كدار كل عام واحد الكونترا ما بين لونسيجي والوزاره فيها 1000 بلاصه، وتمشي 400 بلاصه كل عام. انا المسؤوليه ما تعطيوناش القانونيه. ولا تسوي لا تماطل والحاله الترقيعيه.
بلاتا مطال والحالة ترقيعية ولاد سوي بلاتا مطال والحالة ترقيعية ولاد سوي بلاتا مطال والحالة ترقيعية.